من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة نرحب بحضراتكم في هذا الحدث الهام، في هذا الحدث الكبير الذي يدور بين حنايا هذا الميدان العريق والكبير. محمد بن مسلب السلطان المنصوري. الشيخ زايد طيب الله ثراه عايش عند الحلال وعارف الحلال، لأنهم هم عاشوا عندهم أكثر عن الأجيال هاي، فحبهم للحلال لأنهم ساروا عليهن وكلوا منهن وشربوا لبنهن، هذا مخلف عليهم أبا عن جد. طبعاً بعد قيام الاتحاد أولى الشيخ زايد رحمة الله عليه اهتمام كبير بتراثنا المتمثل في سباقات الإبل وأنشأ الميادين وأقام المهرجانات والجوائز الضخمة لتشجع الملاك. The informality and camaraderie at this time carried on through the decades. The dust, noise and excitement remain part of the charm. Today, family-friendly festivals alternate with hardcore, high-octane racing, with dedicated fans, big prizes and fierce competition. ولله الحمد اليوم نشهد اهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة بهذا العنصر من خلال الدعم اللامحدود، إقامة المهرجانات، إقامة السباقات على في جميع المناطق ودعمها إلى يمكن خارج حدود دولة الإمارات. In Abu Dhabi, early in the season, races begin before the heat of the day. حتى يوم انت تجهزه حق للسباق يفهم الحيوان ان هذا رعيه يطلب منه امر، مثل يوم تركب الجهاز عليه والالي وقت السباق وتكلم المطيه، المطيه تفز تحس براعيها يبى منها شيء، فيوم يكلمها المطيه تزيد سرعتها في السباق. في البدايه قبل الانطلاق فيه توتر، فيه ترقب من ملاك الهجن، من المشاركين في السباق، بس من يوم يرفع الستار يبدون في الانطلاق ينتهي كل شيء، يبدأ الحماس. في انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة. الجزء الأكثر إثارة في السباقات الهجن العربية الأصيلة الكيلو الأخير. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يقدم لنا شعاره بينما المركز الرابع. وفي النهاية توفيق، يعني الشغلة توفيق. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إلى هذا المخلوق العظيم وهو الإبل، لكن لا ننظر إليه بأعيننا فقط، إنما ننظر إليه بعقولنا، نتدبر ونتأمل ونتفكر، لأن فيه عجائب عظيمة في خلقه. العلاقة بينهم دائماً، العلاقة بين صاحب الحلال والحلال دائماً علاقة تقرب أول شيء تكون.
وبعدين الإنسان اللي يطعم حلاله دائماً الحلال يتقرب منه. يوم تيجي أنت تدرب الهجن لازم تكلم عند أمه حوار مثل الياهل الصغير. عود سرابة هاي هاي أوه. Camels have always been valuable. Today, auctions attract buyers from around the world. A top racing camel can sell for $1 million. They have always been cared for. Recent advances in veterinary medicine and surgery allows for complex procedures. The injuries that we see in camels today more closely reflect the types of injuries that we would see in our racehorse population. So the camel has really developed into an elite athlete. Despite their size, nursing, outpatient care, and facilities vie with the best human hospitals on Earth. Owners and trainers have quickly come to realize that with improvements in the medical care that we can give to their animals, they can conversely see huge improvements in animal welfare and also in performance. And at the end of the day, when you have a racing camel, performance is extremely important. By night, under the floodlights of a Dubai racetrack, a select band of jockeys gather to hone their skills. They are the first women's racing team, training to win in a revival of mounted camel racing. سر نجاح سباق الهجن مرتبط بطموح الشخص نفسه، وهالشيء يرجع لجميع المجالات أساساً. بعدها تأتي التدريبات المستمرة من ناحية التزامه في التدريبات وحضوره، ومن ناحية أيضاً تقديم أفضل ما عنده بدون الخوف من الفشل. The secret to a fast racing camel is its body shape, its nutrition, and its fitness. And that includes taking our camels to the beach and also riding them in the desert as well as the racing. The secret of training race camels is building lung capacity and strong muscles. The best way to do that is actually at sea, because it's much more gentle on the joints. Deep in the desert lies a laboratory. It was here that the genetic secrets of the camel were unraveled. أول مرة في التاريخ المجموعة العلمية المتقدمة بعد مجهود كبير وفحوصات الكروموزومات توصلت إلى معرفة الدلالات في جينات الركن. The age of the super camel had come. The discovery allows breeders to trace the pedigree of their camel stock far back in time. Using live cells or ancient bones, they can determine lineage or performance. المطية لازم لها أصالة. إذا كانت أصالتها قوية فنحن نأمل فيها. إذا دربناها وفحمناها تيمناها عرفناها سبوق ولا ما بسبوق. وصلنا إلى معرفة بعض الجينات في الركض، وهذا عندما يكونوا موجودين، وإحنا ممكن نعرف حتى عند المولود في يوم أو يومين إذا كان عنده قدرات باش يكون زين في الركض. Athletes need fuel. Camels are no different. They need it to grow, to breed, and to race. L'évolution technologique des aliments pour chameaux au cours des 10 dernières années a été marquée par la compréhension de sa physiologie. Nutritionists, like geneticists, inhabit worlds far from the racetrack. Magicians in the art of the perfect fuel for the long haul and the sprint. The fabled last kilometer. We've got a new
dude champ. Hentamai wins. Big win. Uncle Bob second. Great race. 10,000 kilometers away, in one of the most remote deserts in Australia, the UAE's legacy of camel racing thrives. The purchase of wild camel stock by the Emirates in the 1990s prompted a wave of excitement for racing. The Boulia camel races are now a yearly event, attracting thousands of spectators and top riders. Camels are not just for racing, as in the past they provide milk and other products. The UAE and the world over still loves all things camel. Hi, my name's Paul Martin, Director and CEO of Summerland Camels. We have a whole range of camel milk skincare. All the individual ingredients in camel milk have been researched and called out as being stuff good for your skin. We've got nearly 500 camels here and about 700 in our system. Our milk's winning awards, our gelato's winning awards, all those little things are such a big tick to the team. For all the science and secrets, the real heart of camel racing is people. الشباب عندهم اهتمام ونحن نزيدهم ونعلمهم على هذا الموروث. A living heritage that neither looks forward nor back, but exists only in the moment. تراثنا مبناي على اساس والله يرحم مس سنه زايد غداء للارث نبراس وحياه للي ناسينه ركض الهجن جمع به الناس وتعارفوا منه ومنه من كل دار وديره اجناس وصلوه بما دار ظنه سوى جوائز ترفع الراس يوله وهازيج ورنه حايز ذكاء وافكار واحساس كريم والله معطينا كريم والله معطينا